صباح الخير نظام، بونجور. اليوم رانا لو 9 افريل 2023، ونقرا في الجورنال تاع 3 افريل قبل 3 افريل 2023، عنده 5 ايام. اه 5 ايام. فيون دو روج امبورتي سي بوشي انديليكا. انديليكا معناتها سراقين. والله والجورناليست عنده الحق. نزيد نقرا اليوم في لوسوار دارجيري تاع اليوم لو 9، واش يقول لاتي؟ فيوند روج امبورتي لا ديستريبيسيون في ديفو. يسمى لا ديستريبيسيون ماشي مليحه. دوك نربطو المشكل تاع اللحم هذا امبورتي. دوك ما قبل رمضان الحكومه المسكينه، الحكومه الجزائريه مسكينه. علاه نقولو مسكينه؟ خاطر ما الفيتو باش كي تقنع الشعب جيب لهم اللحم باش تبيعو لهم 120 ولا 130 درهم في الكيلو، تقول لك نقص عليهم شويه. غلطه كبيره، غلطه كبيره. وانا قلتها ما قبل عند 4 شهور، قلت للحكومه راهم يهضروا راهم يجيبوا اللحم. راهي القضيه هذه صارت في الجزائر وما مشاتش مليح، ما مشاتش مع الشعب تاعنا. كون جا شعب واحد اخر منظم والشعب مش جيعان يمشي على كرشو كانت تمشي، ما هنا معنا ما تمشيش، وهي ما مشاتش. وانا قدام طن جابت الحكومة دو لا فيوند روج مذبوحة ليغالمون على حساب الدين وكلش، ولا جابوها تذبحوها هنا ولا ما على بالي الحصون مذبوحة هنا. مي ما شفناش. وزاد دارت لنا الكارثه كيما ولينا نشوفوا لي شاب كيما على الحليب وكيما على الزيت. الشعب يتضارب على جل كيلو لحم. الحكومه المسكينه سكان سيبا لما اللي حاجه اللي من شعب اللي ما تعرفهاش ولا تعرفها ومش فايقه تعرفها ومخليتها معناتهم عامله كونفيونس في البوشيه هذا وعندي ياو باش واحد بوشي هذا يروح يبيعها 120 للشعب، باه ما يبيعهاش لصحاب الريستور بوشي واحد اخرين ب 160 ولا ب 150 كيلو ويربح. وهذوك بعد يبيعوها شغل لافيون بلوكا، يشريوها البوشيه ويعاود يحطها يقولوا نو ما عنديش انا امبورت هذه بلوكا، ويبيعها 200 واش. راه يا جماعة هو الشعب الجزائري ما كانش معاه، ما كانش حاجة كيفاش ما يطلع فيه كيش فيها. شفنا الحليب يديو يديرو لاشين هو منا ومرته منا، يديو 5 شكاير 5 شكاير ومن بعد يبيع 5. هذه أنا شفتها راني شاهد عليها أمام ربي العالمين. اليوم رانا في سيدنا رمضان، سي با داك البوب كوم لو نوط اللي نديرو لهم هكا. حكومة اللحم غالي اللي يصير نيكوسي كيفاش تنقصلو شوية وتخليه نبدا ياكل كيلو ياكل رطل، نبدا ياكل رطل ياكل نص رطل. وهذه هي فوليسي دو مارشي ليبر، ما تدخلش. ما ولينا لي زاني 70، ولينا في السبعينات. حكومة تدخل روحها وتجيب غير تسمع من تجيب تامبورتي ان بي كوم لو نوت اون امبور دو لافيون. عيب هذي كاع سي لا فوت دو غوفرنمون. ما نجيبش لحم انا، جابورت با دو فيون. وكون سي je décide d'importer de la viande,
لازم نورغانيزي لا ديستريبيسيون تاعهم. بوليس ولا جندارمي ولا ميليتير قدام وين يتبع اللحم. ما كاش واحد يجي يدخل من هي ويدي 10 كيلو والاخرى تجي من هي تدي ولا تجي جندارمي يدي والبوليس اونتوني يديو والشعب مديرين لاشين هنا. قال كل واحد يدي كيلو كيلو اقسم. بيع بالكيلو ما كانش كيلو يخرج زياده لما يعرفش الشعب ديالك عشيه ما خلي والو في الفريق. بيعوا كل شيء. الناس بكري قال لك خلوا على الدل. قوم ولا طلق. قوم ولا طلق. ما تجيبش لافيون تطيشها البونديه يتلعبوا بها. دير عندنا عندنا لابوليس اي تخدم. البيعه تدار ربع سوايع. نحط البوليسيه يورغانيزيو لاشين يورغانيزيو البيع والبوشين ناريانا افون لا دوني هذا قال نسيبي قال عمي قال خويا قال ما كانش قال هذا سي لافيون دعمه الا بارتي النص ليك النص ليطا وتدخل فيها ليطا سي بور ريغولي لو مارشي ها لا ديستريبيسيون في ديفو الجورناليست لا ريزون سي ماجي سي لو مينيستر دو كوميرس هذا نوفلمون انستالي قال هذا راه قال نو يا با دو بينوري يا بروبليم دو ديستريبيسيون اي بيان فو ريغلي بروبليم دو ديستريبيسيون على حساب الشعب تاعك شعب ملهوفي وين يروحوا باش يعاودوا يبيعوا الحليب اللحم الزيت يعاودوا يبيعوا كلش نابورت كوا يشري هذه مخصوصة يعاود يبيعها يدي 20000 الشعب كيما هذا راح نورديكم انا كون جيت بريزون لا ريبوبليك والله ما نجيب لهم اللحم والله ما نجيب وما يدخل على البلاد اللي قادر ياكل لحم قادر اللي مش قادر الله يسهل عليه جو كونترولي بوشي قال بوكو تو فوا سو بري هادي هادي بس سي غون ديبا لا ديسيميسيون فاز دا من دوكا تاع اللحم تاعنا تاع الجزائر كي برودوي لما ناوي يبيع شحال انترميديير كاين وين كيفاش هذه غاليه هذه غاليه هذا طلعنا فورغانيزي لالجيري فو با لي سوليسيون تاع الهربه هذه راجل اللحم سكتهم باللحم امبورت. السلام عليكم.